الشافعي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إمام السنة وقطب الأمة، كان في الاقتداء لا يجارى، وفي الاقتفاء بمعالم أبي القاسم لا يبارى، حتى عمي من إدخال ماء الوضوء داخل عينيه قدس سره، توفي عام 73. جابر بن عبد الله بقية الأصحاب وذكر من بقى من الأحباب قدس سره، توفي عام 78 بدينة بعد أن عمي، وكان له يوم مات 94 سنة. عبد الله بن جعفر أسخى أهل زمانه، كريم يعني، ومالك ديوانه وشيخ إيوانه، وابن الطيار بقية المصطفين الأخيار قدس سره، توفي عام 80 بالمدينة، وكان يصفر لحيته، يعني سبقها بالحنة. ها ابن الطيار ابن جعفر الطيار، ايه عليهم السلام. جملة جملة من أزواجه رضي الله تعالى عنهن من حظي بتشريفات خلع هذا المقام، جملة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام، كانت وفاتهن بعد خلافة علي، فمنهن أم المؤمنين صفية بنت حيي، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وأم المؤمنين جويرة بنت الحارث، أم المؤمنين حفصة بنت عمر، أم المؤمنين أم سلمة المخزومية، أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهن. أبو أمامة الباهلي من كراماته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد بعثه إلى قومه لينهاهم عن أكل الدم، وكان طاويا جائعا فأبوا أن يسقوه، فنام فأتاه في المنام آت لم يسر لم يرى أحسن منه وجها فسقاه، فلما استيقظ ورأوه أسلموا عن آخرهم قدس سره، مات 86. الحسن البصري قطب وقته عزيز نفسه لقمان عصره حكيم فنه، فتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حامل سر الوصي، صاحب سلسلة الإمام وإمامهم على الدوام، من مثله في عز نفسه. آثر الآخر على الفانية، حكيم الأمة وكليم الملة وقطب النحلة، توفي الحسن سنة 110 قدس سره. اي والله. سهل بن سعد الساعدي قيل هو اخر من بقى من اصحاب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فهو اخر اقطاب الصحابه. حكى ابن عيينه عن ابي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: لو مت لم تسمعوا احدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل توفي سنه 91 وقد بلغ 100 سنه قدس سره. عبد الله بن يسر المازاني رضي الله عنه آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، ومن أقطاب الصحابة بالشام قدس سره، توفي عام 88 فجأة وهو يتوضأ. أنس بن مالك الخادم الحواري بركة الوقت بهي السمت آخر أقطاب الصحابة على الإطلاق، وهو مذهبنا قطب وقته وفريد فنه. قيل هو آخر من بقي من صحابة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماته ابن مماعة سنة في قصره بالطف على فراسخ خارج البصرة، وخلف 80 من أحفاده من أولاده وولد ولده. كرامته أنه دعا أن ينزل المطر على أرضه، وكان وقت جفافا فنزل الغيث على أرضه، فنظر الناس وجدوا أن المطر لم يزل على الأرض سوى أرض أنس، لم ينزل على أرض سوى أرض أنس قدس سره، توفي عام 93. أنس بن مالك. أنس بن مالك 93. أي نعم. يبقى عاش كم سنة؟ بيقولوا 120. رحمهم الله.